طيب سيداتنا ومتابعينا من كافة أنحاء المنظومة، سرطان الرحم، هل في سرطان رحم بدأ ينتشر بشكل كبير في مصر أو في الدول العربية؟ نعم. ليه؟ لأن أصبح ستات كتير بيجينا لخبطة في الدورة ونزف متكرر. بسبب إيه؟ بسبب أول عامل مهم جدا وهو زيادة الوزن. زيادة الوزن المفرطة هي أهم عامل من تكوين السرطانات بتاعة الرحم للسيدات. حدوث مرض السكر الذي هو مرتبط بشكل أساسي مع عملية الحرق اللي موجودة في الجسم وضعف إنتاج هرمون الإنسولين، ده بيؤدي لوجود عوامل أو حدوث سرطان الرحم أو بطانة الرحم أو تجويف الرحم اللي بيبقى موجود في التجويف ويبدأ يأكل في لحم الرحم ويخرج بره، وبعدين يبدأ يخش في الغدد الليمفاوية، بعدين يبدأ بعديها يدخل للحاجات اللي هي الأكبر المنديل البطن، وبعدين يبدأ ينتشر في الحتت المجاورة اللي في المهبل، وبعدين يبدأ ينتشر في المثانة وفي المستقبل. هل ممكن واحدة عندها سرطان رحم تحمل أو تولد؟ نعم. في بروتوكول مختلف تماما وبدقة شديدة وبمصداقية مع المريضة، مهمة جدا نقطة المصداقية مع المريضة، انها تبقى عارفة ان هذا ليس العلاج الحقيقي لها، انها لابد انها تستأصل الرحم بالموبايل، ولكن هي بتعلم ساعتها انها هتاخد ادوية هرمونية، وبيتم مراقبة دقيقة جدا ليها لحد لما نشوف هل ده هيحصل فيه علاج ولا لا، وبعدين يكون دكتور شاطر جدا في الحقن المجهري عشان يقدر ياخد عدد من الاجنة ويزرعها فورا بعد لما الست تبدأ تتعافى باستخدام الهرمونات من السرطان، ثم تحمل السيدة، ثم يتم استئصال الرحم. هل ده بروتوكول؟ أصبح بروتوكول معني به عالميا، ولكن الأصل هو استئصال الرحم والمبايض. في المراحل الأولى في السرطان ما بنحبش إن احنا في السرطان الرحم يتم عمله بالمنظار، ويتم استئصال الرحم والغدد الليمفاوية كافة بالمنظار. في مراحل أخرى لما بتبدأ يبقى في انتشار في الغدد الليمفاوية بيتم عمل فتح للبطن لما يكون في درجات أعلى مثل الدرجة الثانية والثالثة، ونبدأ إن احنا نعمل عملية استكشاف كامل لكل الأماكن اللي ممكن يكون انتشر فيها السرطان في الجسم. ولكن نقرب مع بعض هنا ونشوف ده رحم لسيدة 75 عام. مش بنشيل الرحم زي ما بنشيله في عمليات النساء العادية، بنشيل الرحم بالجوانب بتاعته بالمهبل، بأجزاء من المهبل وبالشرايين زي ما حضراتكم شايفين، والجانب والجزء الجانبي من الرحم، يعني لازم يكون عندي هنا الجوانب اليمين والشمال من الرحم، بيتم استئصال كامل لهذه المنطقة، بنسيب فقط الحالب اللي هو يبقى موجود. ده عمق الرحم لو قربنا شوية ونبص في عمق الرحم هنا لو قربنا بالكاميرا، هنلاقي ان ده عمق الرحم اللي المفروض بيتم ناخد منه العينات عشان نعرف هل السيده ممكن تكون مصابه بسرطان عنق الرحم، نعم ام لا. ارجو ان نهتم بهذه المنطقه دي اللي بيجي لها فيها الفيروس الحريمي. هنا كده ده المهبل، بتحدث عمليه الجماع في هذه المنطقه، وهنا بيبدا يتكون عمليه السرطان بتاع عنق الرحم. بناخد عينات دقيقه، اهم شيء هو الفيروس ان احنا ندور عليه، وبعد كده نبص للخلايا ونتأكد ان لو هي عندها الفيروس ايجابي والخلايا ايجابيه هذه الست لابد لها من متابعه دقيقه جدا. طب لو ست اصيبت بسرطان عنق الرحم نقدر نعمل ايه؟ نقدر نشيل عنق الرحم دوت بعمليه، ونشيل الاماكن اللي موجوده حواليه والغدد الليمفاويه زي ما حضراتكم شايفين دي الغدد الليمفاويه اللي بتبقى موجوده في الحوض، ونحافظ على الرحم اللي هو الجزء ده، ونعمل عملية ربط ليه. واللي بيقول لي ايه اللي انت بتقوله ده خيال علمي؟ ابدا، ارجع للصفحة بتاعتنا وبص هتلاقي في عينة في سيدة قصدتنا من دولة البحرين وشالت كل المنطقة دي عنق الرحم، وعملنا لها ربط عن طريق البطن بالمنظار، وحملت ولدت وصلت للتاسع. فاحنا مش بنقول اي كلام، احنا بنقول لحضرتك ان الست اللي عندها سرطان عنق رحم او تم استئصال عنق رحم باي طريقة ما تستطيع الخلفة وتستطيع ان هي تخلف، ولكن في بروتوكول دقيق جدا، وبعد الحمل بنبدا ان احنا نتابعها بشكل معين عشان نشوف هل لسه في السرطان عاود الانتشار ولا لا. ده جزء من منديل البطن اللي هو فيه قوه شويه لان احنا حاسين ان فيه ممكن يكون حاجه، فبناخده عشان نطمن على المريضه بتاعتنا. والهدف وكل الهدف اللي لازم يكون في دماغنا في السرطانات خصوصا سرطان عنق الرحم في مراحله المتوسطه، ان احنا ناخد عينات من الغدد الليمفاويه اللي موجوده على الشرايين الكبرى،
ليه يا جماعه ده مهم قوي؟ عشان نقول لو في انتشار فيها العينه تاخد علاج اشعاعي على طول، هذا افضل ليها، افضل من عمليه الانصاب. ده بقى في بروتوكول كتير في الاوروبيان جايد لاينز دلوقتي ماشي بهذه الطريقه، بدلا ما يخلي العينه تعمل عمليه وتاخد اشعاع. هدفنا دايما ان نحاول نقلل ما هي عمليه يا اشعاع. دلوقتي بدا يحاول المحاولات على استحياء او محاولات معينه في ادخال الكيماوي ببروتوكولات مختلفه، وحتى كمان ادخال الجلوكوفاج وادخال بعض الادويه الاخرى مثل اللي هي الادويه اللي بنسميها الليترازول او نوع من انواع الادويه اللي بتاثر او بتقفل المستقبلات الحسيه لهرمون الاستروجين. عموما كلها محاولات هرمونيه ومحاولات ان احنا نحاول دايما نحط ادويه نقلل فيها من ان المريضه تكون تعبانه او يحصل رجوع او نسب للرجوع للسرطانات، لان انتوا عارفين ان السرطان ده بيبقى حاجه مشكله كبيره جدا، ان احنا كل اللي بنبقى عاوزينه نخلي عمر البني ادم لمده الخمس سنين الجايين انه يبقى عايش بشكل كويس وما يبقاش عنده مشاكل. الجديد والحديث اللي دايما بنفكر فيه، ازاي تبقى ست عندها سرطان مبيض او عندها سرطان رحم او عندها سرطان عنق الرحم ونستطيع ان احنا نحافظ على خفتها ونعمل مجموعه من الاجراءات في الاول المحافظه على الخصوبه، ثم بعد ذلك نعمل العمليات بتاعتنا عشان نكيب او نحافظ ان حقوقها انها تكون ام. مش معنى ان جالي سرطان اني افقد حقوق الامومه، ان نحاول كلنا ان احنا نساعدها في هذا الموضوع، ولكن ليس على حساب صحتها. فاذا كان هناك انتشار حقيقي ووضع لا نستطيع فيه الحفاظ، يعني احنا مش في المراحل الاولانيه، في مراحل متقدمه ما نقدرش نعمل كده الا عن طريق ان احنا ممكن نحافظ على البويضات بتاعتها، وتستطيع انها تزرع هذه البويضات بعد كده لو اتعمل لها عمليه نقل رحم او زرع رحم بعد فتره طويله من العلاج مع السرطان لو خفت او شفت منه. كلنا مرضى، على لحظه واحده في وقت من الاوقات هنبقى عندنا مشكله في يوم من الايام حياتنا، هنموت باسلوب ما، هنموت بشكل ما، هنفضل نضحك ونفضل نتبسط ونفضل نحاول ندور على كل الاسباب ان نبسط الناس وان الناس تبسطنا بدعواتهم. ولكن في النهايه ربنا ليه طريقه ما عشان البشر ينتهي بيهم الحال. احيانا بفكر معرفش هل ده تفكير حلال ولا حرام، ان في وقت من الاوقات او في شكل من الاشكال ارواحنا دي هتبقى لما نموت لحد ما نقابل رب العالمين محدش يعرف حاجه عن الروح، بس دايما هي تفكيرات او تاويلات. نعم ممكن تكون في روح طائر، ممكن تروح في اي روح بني ادم تاني، اي حاجه تانيه جايز ده يكون، احيانا بيبقى تفكير. لكن كل اللي نعلمه ان ربنا خلقنا لهذه الحياه كي نعبده، وان احنا نحاول نسعى البشر، ويحق علينا قول ليكون العدل فيختبرنا في امور كثيره حتى نلقاه فيقول لنا قولته، ان يحق علينا عدله بما عملنا في هذه الدنيا. كلنا خطائين، كلنا بنعمل حاجات كتير في حياتنا، ولكن ارجوكم حاولوا تهتموا ان اخطائكم ما تكونش بتدمر صحتكم. بمعنى ايه؟ الوزن الزايد مجحف، قاتل، مؤذي. بتخش الستات على سن الاربعينات او الخمسينات وهي مش قادره تشيل نفسها من الوزن، وكبها تعبانه، الرحم بيتاثر، النزيف بيحصل فيه، بيحصل لها نزف، بيحصل تغدد رحم، السكر لو ما اتظبطش وحسيت انه ده صديقه، تصلب الشرايين وزياده الدهون، بنعمل عمليات لناس بنمسك الشريان بتاعهم كانه حطب، كانه حطب قسما بالله، رود لايك يعني كود لايك ستراكشر، يعني اللي هو كانك ماسك سلك من كتر لما الشريان دوت متصلب او في افروسكلوز او تصلب للشرايين. لازم نحاول نغير من حياتنا، غيروا من حياتكم لان هتتعبوا، كل حاجه هتحصلوا عليها، الحب هيجيلكم في وقت من الاوقات، العمل هيجيلكم، الطلاق هيجيلكم، النجاح هيجيلكم، الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تحصلها ما تعرفش تجيبها هي الصحه. لما تبدا تهمل فيها واحده واثنين وثلاثه بتروح. احنا اهملنا في اوقات كتير في حياتنا في الحاجات دي، وبتمنى ان دايما في دكتور هو سامعني دلوقتي عارف ان في حتت معينه لو مسكت ودان واحده وقرصتها وقلت لها اعملي كذا كذا عشان تفيدها في صحتها هتفيدها. في دكتور لتخصص اخر هيقول الواحد اعمل 1 2 3 4 وحافظ على ده، وارجوك ما تعملش ده. تدعو للناس اللي بتحبوهم ان هم يبطلوا تدخين، لان التدخين حاجه من الحاجات المؤذيه جدا للبشره، وما بيجيش غير بدعوه، ما بيجيش غير بدعوه، صعب جدا ان انسان يكون مدخن نفسه في طريق غير بدعوه تتقبل من عند ربنا في وقت ما. شكرا، واشوفكم دايما على خير.